وخليني برضه اروح لعمر بقى، يعني اكيد الجمهور متشوق. انت ما كنتش معانا في النادي الاهلي من سنه، كنت بتلعب في المؤسسه العسكريه صح؟ اه مظبوط. وبعد كده بدا النادي الاهلي يكلمك، ان ايه كلمنا عن قصه انتقالك للنادي الاهلي، كانت ازاي؟ الاول كان في معايا مدربين في المنتخب، كابتن كريم كان مدربي في المنتخب، كابتن عرفات كان مدربي في المنتخب، كان ساعتها كابتن عرفات برضه ماسك في النادي الاهلي، نعم. كان حصل تواصل بينهم، وكابتن دكتور محمد فؤاد كان برضه في فتره في المنتخب معايا، فاحنا اصلا نعرف بعض بره المنتخب، بره النادي الاهلي وبره المنتخب وبره كل حاجه، احنا في كلام بينا، في تواصل. فابتدينا نتواصل بشكل كده اللي هو بنرمي هنتات ممكن تيجي، ودي حاجه يعني ما حصلتش قبل كده، ايه رايك انك تيجي؟ انا ما عنديش مشكله، انا داخل فتره جديده، تحدي جديد، اهداف والانتقال جديده. فري يعني، كنت وقتها مش ماضي عقود، مش ملتزم بحاجه. ساعتها كان الكلام وخلاص موسم الانتقالات جاي، كان بعد الاولمبياد. طب لو مشينا في الموضوع فعلا تيجي؟ اه لو مشينا في الموضوع فعلا اجي، مفيش مشكله. ابتدوا الصراحه يعني الموضوع خد وقت كبير، كلام كتير، ما خدش وقت الصراحه في الموافقات خالص، بس على ما حضرنا له وجهزنا له يعني خد كلام كتير، الموضوع موجد لانه حاجه ما حصلتش قبل كده في لعبه فعلا فرديه. ما حصلش في جمباز قبل كده نلاقي فده انتقال بالنسبه لي، بالشكل بالنسبه لي الكبير. انا حاجه في سي فيه كبيره جدا. بس الموضوع الحمد لله ابتدى يتمشى فيه. طب بعد سنة أو سنة ونص وجودك مع النادي الأهلي، أنت سعيد بالتجربة دي؟ هل أنت شايف جدا جدا الموضوع فارق جدا. انا في حاجات كتير قوي تبع النادي كانت الاول شغلاني، حاليا انا مش بفكر فيها زي خالص. ايه مثلا؟ زي ايه؟ في ما يعني في حاجات مثلا زمان كنت يعني لو لا قدر الله، لا قدر الله، انا لعبتي شويه صعبه، صعبة شويه صعبة محتاجه جدا. تكاليف، وشويه كمان الاصابات فيها اسهل حاجه، فلو لا قدر الله في اصابه او في حاجه ايه اللي هيحصل؟ فلا انا عارف ان الحته دي متامنه. طب لو في مثلا مكملات، التزامات، حاجات شخصيه بتاعتي انا، طبعا عشان تساعدك ان الجهود انت تأدي بشكل جيد. بالظبط، حاجات انا محتاجها، نعم. لا ده كمان تكاليفه موجوده، فلا الحاجات دي في كلها رعاية من الأهلي جاية بشكل بالظبط، جيد. في طب بدل الصالات، الصاله التدريب. اتنين يعني على احسن مستوى. فانا لا لو في مدربين، في كل حاجه، انا متقدم لكل حاجه، في نفس الوقت فريق ورايا، ففي كذا حاجه متقدمه لي بشكل كويس، فانا حاسس ان انا مش بتعب بالشكل اللي كنت بتعب بيه قبل كده. وانا شايف ان ده هيبقى يعني بشكل او باخر هيساعدك، يعني بالظبط هتخليك زي ما بيقولوا مركز في الملعب. بالظبط، انا مركز دلوقتي، هو ده الجزء اللي بتكلم فيه، اللي هو انا بشكل كبير مركز على الملعب بس، مفيش عوامل خارجيه مشتتاني او مخلياني اتكلم فيها كتير، لا مفيش حاجه بتكلم فيها اصلا، انا دلوقتي شغلتي الملعب بس، ده شيء كويس.